ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير نوراش ليش عم يتصل بهالوقت؟ الو شو في هلا؟ بعمري ما تخيلت اعمل كل هاد لحدا معاديني. شو هاد؟ حابب تعمل لي مشكلة؟ شو اللي جابك؟ شو هاد؟ شو في داعي لتعمل كل هذا الشي؟ يلا تعالي عادي. ليكي مو مشكلة إذا الواحد نام جوعان، بس أنت ملاكمة، وإذا أي ملاكم بينام جوعان لو كان شاب أو بنت ما بيقدر يتمرن منيح تاني يوم، ومدربك بيعرف هالشي. بس مو مشكلة، أنا هون رح أهتم بنظامك الغذائي. بالمناسبة أنا كنت بدي أطبخ لك بإيدي، بس بابا ما رح يخليني فوت على المطبخ. انتي بتعرفي كيف الاهل بيفكروا، لهذا السبب انا جبت كل الاكل من مطعم قريب هون. خلينا نبلش بهي جبنة بلدية فيها كتير بروتين. يلا كلي. طيبة؟ كتير طيبة. طيب جربي هي، عن جد طعمتها أطيب بكتير، دوقي. يلا دوقيها. شو رأيك بالطعمة؟ ايه؟ لحظة استني شوي. انتي منيحة؟ ليش لا أكل لوحدي؟ كل معي. لا أكلي انتي، أنا مو جوعان. لا لازم تأكل معي. هاي أكلت منيح؟ خلصت أنا رايحة. بس اسمعي دقيقة. شو لسه في؟ لسه اليوم الصبح قلت لي انه لازم يكون الاكل صحي وهلا جايب لي هي معك. اليوم كان كله مشاكل،
خلينا نتسلى شوي وناكل لو شغلات دسمة. صحتين. صحتين. أنا لازم أروح. ماشي؟ أنا رح ضل أخدعك ورح أعمل لك مشكلة كبيرة بعمرك ما تعرفي تحليها. شو هاد؟ ليش كثير متفاجأة؟ مو هاي قواعد الجامعة تبعك؟ والقواعد بتطبق على الكل، وبمن فيهم ما هي مزبوط بتطبق عليها القواعد. واحدة من هالقواعد بتقول إنه الطلاب يلي بيحصلوا على قبول بجامعتك من خلال المنح لازم يحققوا معدل 50% من الفصل الأول، وإذا ما حققوا الجامعة رح تفصلهم وتزدهم. يعني المنافسات الرياضية ممنوعة. رح يبلش الامتحان ومنشوف بعد 3 أيام إذا كانت ماهي رح تقدر تضل بهاي الجامعة أو لا. شكراً كتير إليك لتبديد الشبهات كلها. استنى، اللي انت شو بدك؟ مو انا، انت اللي شو يلي بدك يا ابني؟ دمر لي حلمي انه يفوز بالبطولة الاقليمية، وانا رح حمل المسؤولية كاملة لماهي، لهيك ما رح خليها تفوز بالبطولة. يلا اعمل يلي بتقدر عليه، ممكن انه هي تصير بطلة بحالة واحدة بس. ايه سمعت انه ماهي مو شاطرة. طيب منشوف، اعمل جهدك انها تنجح، وأنا كمان رح أعمل جهدي إنما تنجح بالمرة. شو لازم أعمل؟ هلأ هاي مشكلة. بالمدرسة كان بدون 33 بس، وبالجامعة بدون 50%. والأهم من هذا يلي فتح الموضوع مع هاي المديرة جوجراج؟ أكيد ما فتح سيرة هالقواعد قدام الكل. حكيت مع المديرة وتأكدت ورح تاخذي الشهادة حتى لو كانت علاماتك قليلة. جوجراج وابنه كمان مصممين انهم يدمروكي. بس انا راش شو عمل هلا؟ مو شايفة اعمل شي. انا رح اجيب 50%. هالمرة انا مو قدران ساعدك، بس لازم اعمل شي. بتدخلي باكاديمية التدريب؟ ايه انضمي للاكاديمية وخدي معك سواتي تساعدك. أنا ما عندي أي خيار تاني. بس أستاذ الرياضيين ما لازم ينجبروا يدرسوا أو يروحوا على الامتحان. أنا رح أسأل مدرستك إذا عندها استعداد تعطيك دروس حتى تتقوي. إذا وافقت ممتاز. ماشي؟ أنا راجع. ماهي سينغمان، أنا بعرف شو صاير منيح، ما تخافي رح ساعدك تنجحي بالامتحان. ما رح تسمحي لي دربك بالبطولة، خليني ساعدك بالدراسة. ليك اسمعيني ماهي، علاماتي كتير منيحة وأنا سابقك بسنة كمان، يعني أنا كتير مؤهل إني خليكي متفوقة، وما حدا قادر يساعدك أكتر مني أنا بالدراسة. مدربي عم يساعدني، إذا ما قدر رح أنضم للأكاديمية، وأختي كمان رح تساعدني بكل هالقصة. ليكي ماهي، ما بقى في وقت، لازم تدرسي. لو سمحتي خليني ساعدك. ليكي لا تضيعي هالفرصة من إيدك بسبب غرورك. يلا خليكي عملية شوي. كون عملية؟ يعني رح يكون في امتحان عملي؟ قصدي فكري بطريقة عملية. ليكي ماهي،
أختك عم تشتغل ومو قدرانة تساعدك بأي شيء، وهلأ بحصص التدريب ما بيهمني كتير إذا نجحتي ولا رسبتي. أنا رح حضرك ودرسك لحتى تجيبي 50%، وثقي فيني. لا لا، مدربي ما رح يوافق. أنتي وافقي، شو بدك فيه؟ تركي الطريق علي. ليكي، إذا ما جبتي معدل انسي الملاكمة. ماشي، رح خليك تساعدني. اسمعي، منحكي بعدين. انتهت المهمة. وافقت على كل شيء. ايه حلو كتير. رح تنطردي من الجامعة ورح تنطردي من البطولة يا ماهي. ممتاز. ايه طبعا، هي بطلت ملاكمة بس عنا هالثلاث ايام، هي رح تتعب. يا سيد اسمعني، يا سيد اسمعني، يا سيد لو ماهي، ما حدا بده يساعدك حتى تنجح بالامتحان. ما في اي مشكلة استاذ، خلص انا بدرس لحالي. رح حاول ساعدك، امشي. أنوراج، أنت لازم تعلمني. شوفي، ما هي موافقة هلأ لحتى خليها تطلع من البطولة. كتير ممتاز يا ابني، كتير ممتاز. بلشت خطتك، وأنا كمان اعتباراً من بكرة الصبح رح أبلش بخطتي من جهة تانية. حاول تكسب ثقتها الكاملة. ماشي. ماهي، درسي منيح وجيبي 50%. شوفك المساء. هلأ هون بدنا نحاول إنه نكرر منشان تفهميها. لك شو صاير؟ يلا ركزي معي منيح. شبك رح عدلك ياهون كتير لحتى تحفظيهم. ماشي، انتبهي علي منيح. روحي نامي، في عندك تدريب الصبح وبعدين الدرس. باي. لازم يشوفوا هذا بشنطايته. مرحبا، تأخرت عليكي؟ ايه، لكن هلأ افتحي الكتاب على الفصل 26 صفحة 4. ايه. ايه مزبوط، هذا هو القسم. يلا حطي عليه إشارة. ماشي. طيب.
شو بدي أعمل فيهم؟ ما بعرف. طيب ماشي، رح أفهم. انتهى الموضوع، ما هي بس تروحي من هون هالورقة رح تدمرك، وما حدا رح يقدر ينقذك ولا حتى رح يقدر يساعدك. وين هلا تأخرت؟ أنا قلت لها أنه هي تجي على الوقت تماماً. المدرب عم يتصل، هيك بكفي لليوم. إيه إيه أستاذ. ما هي ألو، لك أنت وينك؟ بس مسافة الطريق، تأخرنا بالمحاضرة. يا أسرعي. إيه إيه جاية، بس دقيقة واحدة، أنا لازم أروح. ايه بابا، ما هي هلأ راحت؟ وهلأ انوراج، انا رح اعمل يلي ما قدر ابوها لهالبنت يعمله. رح اعمل مستحيل. هالبنت مو بس رح تنطرد من الجامعة، رح خليها تنطرد من البلد. صباح الخير والفل يا مدام. لازم دبر حجة منيحة مشان ما انكشف. لا مدربي ولا أنوراج هون كمان، كل يوم لازم أكل بيض مسلوق وسلطة كمان. عن جد أنا مليت من هذا الأكل، جاي على بالي أكل شي شغلة طيبة اليوم. تفضل أخي، أعطيني قطعتين وكتر الحد وبعطيك 5 روبيات فوقهم. ماشي. إيه؟ للصحة. تكرم. تفضل. ألو إيه أستاذ، بصراحة نسيت شنطتي بالسفر، رجعت جيبها بس بوعدك أنا على الطريق ما بطول. إيه بخلص تمرين وبعدين باكلهم، كتير مبسوطة. أنا آسفة أستاذ تأخرت لأني نسيت شنطتي بالصف، لهيك رجعت لحتى جيبها. انتي صايرة كتير مهملة. ها طيب قلي اول شي شو هاد؟ انتي ليش مفكرة قلتلك تجي بسرعة؟ هلا هدول علب بروتين، هلا ما كان عم يشوف حاله فيهم السيد اهلوات؟ بالمناسبة كتير رح تفيدك لانه بتقويلك عضلاتك وكمان حتقدري تتدربي اكتر. ما هي سينجمان؟ ماهي متهمة بسرقة أسئلة الامتحان. وصلتني أخبار من مصادر كتير موثوقة أنه هاي البنت يلي اسمها ماهي سرقت أسئلة الامتحانات. رجاء فتشوا شنطايتها. دقيقة يا أستاذ. كمان من قبل هذا السيد اتهمني اتهام وطلع غلط، وهلأ عم يتهمني بسرقة الأسئلة كمان. قديش لازم ضلع معاني وبرر للناس من وراء اتهاماته الغلط لإلي؟ وكيف بدي ركز على شغلي؟ وليش لحتى تفتشني؟ وكمان هذا السيد جوغراج كتير عم يهيني وما له سلطة أبداً وما عنده أي صلاحية بهي الجامعة. أنتي أصغر مني بكتير وبتكوني مثل بنتي، كيف بتحكي معي هيك؟ شو رأيك تعلميني القواعد؟ يلا خليوني فتشوكي وخلص. إذا كنتي فعلاً بريئة وما في عليكي أي ذنب، يلا خليوني يفتشوكي. وإنتوا ليش واقفين؟ شو ناطرين؟ ناطرين مذكرة تفتيش؟ اعملوا يلي قلتلكن عليه، يلا فتشوها لا تضيعوا وقت.
هاي البنت بتكون حرامية، بدها تعمل قصة لحتى تغطي على غلطتها. خلص بكفي، انت عن مين عم تحكي؟ ليكو، نحن مو قاعدين بالشوارع، نحن بالجامعة، يعني لازم تحافظوا على الهدوء والانضباط وإلا رح طالعكم كلكم. ماهي، تعاوني معنا، وإذا ما تعاونتي بتكوني انت عم تثبتي وجهة نظرهم وتثبتي التهمة عليكي. تفضل. ماهي، أعطيني إياها. لو سمحت امشي على طول وبعدين لف على اليمين. ماشي، اسرع اذا بتريد اخي. لك شو بس صار؟ خلونا نتصل بالاسعاف. هاي مو غلطتي انا. وقف جبان، انت عم تسمعيني؟ مو معقول. يلا ردي علي، حدا يتصل بالاسعاف فورا، رجاء ساعدوها. يلا احملوها معي. تبهدلت، أكيد رح تصير مشكلة هلأ. فطاير؟ لهيك تأخرتي. لو سمحتي فتشي كتير منيح، أكيد بتكون مخبيتهم مشان ما حدا يشوفهم. دوري. ليش ما بتفضي هالشنطة مثل ما هي؟ والحقيقة رح تكون واضحة. وهي ورقة الأسئلة، ما هي رح تنطرد. طلع يا أستاذ، هي ورقة الأسئلة. شفتوا ما قلت لكم رح تشوفوا ورقة الأسئلة بشنطايتها؟ وهلا شفت طلعت سارة الأسئلة كلها. ما عم نقدر نشوف شو مكتوب بالورقة. شو اللي خلاك تتأكد إنه هي ورقة الأسئلة؟ أنت شو عم تقول يا أستاذ؟ هي ورقة أسئلة الامتحان، اطلع فيها كتير منيح. كأنه كتير واثق من كلامك. شو أنت اللي حاططها يعني؟ انكشفت. شو هالحكي هاد؟ بشو انكشفت؟ هذا الزلمة عم يحاول يشتت انتباهكم. بلا حكي فاضي. هذا هو اللي وراء هي القصة. جوجراج بس حجر شطرنج. انت اللي وراها؟ كنت مفكرة انه انا وانت رفقات. قول الحقيقة، انت اللي وراء القصة؟ شو بدك بالحقيقة؟ مو مبين عليه انه هو واحد مخادع؟ مثل ما عم قلك، هو عم يحاول انه يورطك. مبسوط هلأ؟ اكيد مبسوط كتير بعد اللي عملته فيني. مو بسببك انت تركت بيتنا واجيت على دلهي؟ لحقتني لهون لحتى تعملي مشاكل بحياتي كمان؟ فهمني، ليش ما عم تتركها بحالة؟ ليش عم تعملها مشاكل؟ تركها بحالة بقى. ما هي عن جد آسف بالنيابة عن اللي عملوا أبي. هلأ أنا بعتذر منكم، أنا كتير آسف. بعمري ما فكرت رح تتصرف بمثل هالطريقة. أنت كنت بطل رياضي، كيف بتقدر تعمل هيك؟ أفعال كتير سيئة، اتهمت اتهام زور. أنا كتير خجلان إنه نادي لك بابا. أستاذ، عندي طلب، لو سمحت فصيل أبي من المجلس الرياضي فورا. ايه، انا عم احكي عن جد. شوفوا، بابا كان عم يحكي بثقة تامة وقت اتهمها لماهي هلأ انها سرقت الاسئلة، بس الورقة وينها؟ هذا الحكي بيعني انه ابي السيد جوجراج اهلاوات قدم لكم ادعاءات كاذبة واتهامات بدون اي ادلة، وهي التصرفات غلط، صح؟
هلأ لو أنه التقت ورقة الأسئلة بشنطة ماهي كنت رح تطردها من الجامعة صح ولا لا؟ وبما أنه هي بريئة بدي أطلب منك تتخذ إجراءات صارمة بحق الشخص اللي اتهمها اتهامات غلط ولفق لها تهمة لحتى يطردها من الجامعة. لو سمحت لبي لي طلبي أستاذ. أنوراج تعرف شو اللي عم تقوله؟ بعرف كتير منيح شو اللي عم قوله. بتوقع أنه أبي السيد جوجراج سينغ أهلوات لازم ينفصل من المجلس الرياضي وهالشي بسبب اتهامه الباطل لماهي. أنوراج معه حق، مو هيك أستاذ؟ شو رأيك كمان أنه حضرتك تجي وتقليلي شو بدي أعمل بحياتي يا بنت؟ بابا بعيد عن طريقي، ما رح سامحكن. بكفي يا سيد، القواعد مستحيل أنه تتخطاها. لو أنا الغلطانة كنتوا رح تعاقبوني، مشان هيك ما فينا نتركه يروح بدون ما يتعاقب على الشي اللي عمله. طيب ماهي، بس لحتى ترجع المديرة أنا رح أحكي معه. شكرا. امشي ضبي غراضك. هنتني بالجامعة اليوم، فهمني شو عم يصير معك، خليتني انطرد من المجلس الرياضي وهلأ أنا ما بقى إلي سلطة أبداً. خسرت كرامتي اليوم بسببك، هلأ كيف رح أقدر ساعدك؟ بابا تعال عود، يلا عود ارتاح رجاء. أنا بس عملت هالشي بعد تفكير عميق. ورقة الأسئلة اللي بشنتت ماهي ممحية تماماً بسبب الأكل اللي نحط فيها. نحن ما بقى في عنا دليل قوي وكله بسبب الأكل تبعها. كانت القصة رح توقع براسنا، فهمت بابا؟ منشان هيك كان لازم أتصرف وقتها. ماهي والمدرب حاولوا إنهم يقلبوا رأي الكل ضدك، لهذا السبب كان لازم دير الموقف بأفضل طريقة. كان لازم اكسب ثقتها لماهي، وإلا جهودنا كلها على الفاضي. حاولت اكسب ثقة ماهي. بابا نحن هلأ لازم نتبع أسلوب جديد ويكون في عنا خطة بدليل قاطع وبدون أي شك كمان. ماهي أنا دورت برا وجوا، الماما معنا موجودة هون، وكمان هي تليفونها مسكر، يعني ماما بعمرها ما تأخرت بالسوق كل هالقد. ماهي أنا ما عم أعرف وين ماما وما عم أقدر أفكر منيح، وأنتي عايشة بأحلام اليقظة. وأنا كمان كنت عم فكر بماما وقت اللي أنتي شردتي. يلا قليلي شو عم تفكري؟ وين كنتي شاردة؟ أختي ضايعة ومو عارفانة، مو عارفانة شو بدي ساوي، مو عارفانة شي. حاسة إنه أنا ظلمته لأنوراج، ظلمته كتير. شو؟ هالشي صح؟ ماهي مو شايفة إنه عم بيخالف أبوك كرمالك أنتي؟ ولسه لحد هلأ ما بتوثقي فيه؟ أنا ما بظن هالخطة تبعك رح تزبط. صدقني رح تزبط، أكيد رح تزبط. تعرف شو بابا؟ أنا هو البطل، اهدى. ليك أنوراج، الحب شي كتير سيء، هو قادر إنه يحطم أقوى رجال. طيب وبركي أنت من ورا هالخطة حبيتها عن جد لماهي، وأنت وعم تتظاهر صارت اللعبة حقيقة. أنا كتير خايفة عليك من هالخطة. ليكي ستي أنا ما بحب حدا بهالسهولة، بس هاي البنت كتير بتحبني، بتشوفه رح تعمل كل شي بقل عليه. ضد مدربها وضد كل عيلتها، ايه رح توقف ضدهم، وكل هالشي كرمالي أنا. شخصيتك بتأثر فيها كل هالقد؟ بس استني وشوفي قديش رح تحبني وتسمع كلمتي. ورح تقول لحالها يا ريت يا ريت ما حبيته كل هالقد. الشمس رح تغيب وماما بعمرها ما تأخرت برا البيت لهلأ، بلشت خاف عليها ماهي. ليكي أنا ملاكمة وانتي محامية، ونحن التنتين فينا نحل أي مشكلة بتواجهنا، لهيك ما تخافي وما رح يصير شي. تليفوني ضل بالغرفة، رايحة جيبه استني.
انت؟ شو هاد؟ باقة ورد حلوة لصبية كتير حلوة. بدنا نبتدي من جديد. اقبليها رجاء، مو أصدقاء؟ بعد كل اللي عمله معك أبي ما بعرف شو بدي ساوي. انت قليلي، أنا تصرفت بشجاعة وإجيت وجبتلك ورد. مفكر رح أنبسط ونط من الفرحة إذا جبتلي ورد يعني؟ لا، من شان هيك جبت هي. بعرف تعكر مزاجك وأتوقعوا الفطاير اللي بشنتايتك على الأرض. أنا قلت أكيد بتكوني زعلانة لأنه ما قدرتي تاكليهن، من شان هيك جبتن. يلا تفضلي. ليكي، ما رح تقلي لي تفضل؟ ألو سواتي، أنا هلأ بالمشفى قاعدة مع ست كبيرة لأنه ضربتها سيارة فجبتها لتتعالج، حالتها خطيرة. ماما استني، أنا وما هي جايين على المشفى. طيب بالإذن أنا رايح. ماهي، ماما اتصلت هلأ قال هي بالمشفى. كيف؟ لشو؟ شو صاير؟ لا ماما، ما صار لشي. في ست كبيرة صار معها حادث وماما عم تنتبه عليها. هي فرصتي من شان بين حالي. يلا خلينا نروح. يا صبايا إذا ما عندكن مانع أنا فيني وصلكن على المستشفى لأنه يمكن تحتاجوا لأي شيء ويكون فيني ساعدكن. ماما، ماما انتي منيحة؟ ما ماما شوفي، انتي قلتي انه في ست كبيرة صار معها حادث، مين هي؟ انا ما بعرف هي مين بتكون. طيب هي منيحة؟ ايه هيك مبين. هذا شو عم يعمل هون؟ نحنا طلبنا منه انه يساعدنا، كمان ما لقينا سيارة لهيك اجا لحتى يوصلنا. صح ماما، خبريني هالست اللي عملت الحادث منيحة؟ ما تغيري الموضوع، ما كتير عم كل مرتاحة وقت اللي عم شوفه قدامي. السيد شارما ما بيوثق فيه، وبالمناسبة نحنا كل ما عم نلتقي فيه عم بيصير معنا مشاكل كتير كبيرة. ماهي ما توثقي فيه أبدا، قلي له إنه يروح بسرعة، وكمان تشكري لأنه جابكن لهون. شكراً، شكراً لأنك وصلتنا. خلص روح. لا تتصرفي معي بهالرسمية، فيني ضل هون سخنة. من شان أقدر ساعدكن إذا لزمكن شي. لا لا ما في داعي، خلص روح. ليكي إذا كان وجودي بالمشفى زعجكن كتير فأنا ممكن إني أمشي فوراً. متأكدة إنه كل شي منيح؟ ايه. طيب انا بالاذن رح روح هلا. ايه ضيعت وقتي على الفاضي وانا عم حاول نال اعجابه. بدنا متبرع زمرة دمه اي بي سلبي. بصراحة زمرة الدم هي كتير نادرة وهي مو متوفرة بنك الدم عنا هون، وهي الست محتاجة لدم فورا لانه خسرت كتير وحالتها كتير خطيرة. يمكن انا سيء بس اليوم شكله يومي. هلا من وين رح نلاقي هالزمرة؟ مني أنا. زمرة دمي اي بي سلبي، إذا بدكن طبعا فيني اتبرع بالدم؟ أكيد فيك تتبرع، هالشي رح يكون كتير منيح. ليكي ماما، منيح اللي إجا معنا لحتى يوصلنا لهون. مدام وقعي هون إذا بتريدي. أنتي ردي وأنا رح وقع. رح تتحسن مو هيك؟ إيه مدام. يلا بسرعة حضروا غرفة العمليات. يا مدام خدي نفس لو سمحتي. Mec
يا مدام استرخي رجاء لو سمحتي. يا مدام شو عم تعملي؟ ما بيصير تشيلي الأكسجين لو سمحتي. إذا بتردي اهدي شوي. أنا خلصت. روقي شوي يا مدام بترجاكي. لو سمحتي اهدي. بهيك بهيك خدوها على غرفة العمليات بسرعة. يلا بهيك ماهي شو صاير؟ بشو شاردة؟ انت منيحة؟ بس تدبروا زمرة الدم خبروني فورا. ماهي فهميني ليش هيك ساكتة؟ شو صاير؟ حدا فيكن يروح يشوف لي اذا كان الدم جاهز. ماشي دكتور انا رح اروح. رايحة فورا ما بطول. انت شايفة تصرفات حفيدك؟ لا رجع على البيت ولا عطانا خبر. ايه هو لساته شاب شوي تانية وبيرجع. وكمان انت وقت كنت بعمره وما كنت متلوه اللي كنت تسمع مني شي. مين هاد؟ أنوراج؟ ايه اكيد هو. مين رح يكون؟ هدول انتو؟ شو اللي جابكن لهون؟ مو مشكلة. مو مشكلة أبداً. بابا إذا كنت مانك مبسوط بشوفتنا فنحن رح نروح. يا سميرتي إذا لسه بتحكي مع الأكبر منك هيك وقتها أنا رح أعرف كيف أتصرف معك. لهيك لازم تنتبهي لألفاظك. أنا هذا يلي ضل عندي بما أنه طفولتي انحرمت من حنان أبي ومن كل حقوقي. أديتيا وكومال كان بدهم يجوا معنا بس هنن مشغولين بإدارة المعمل. إيه طيب كتير منيح. على الأقل في عنده شي منيح. طلع في شي ممكن يعرف يعمله ابنك أديتيا وإلا وقتها هو كان رح يصير عالي على عائلتنا. ماني شايفة أنوراج. راح عنده شوية شغل. نحن كمان عم ننتظره. التبرع بالدم عمل إنساني. تقدر تتبرع بالدم كل 6 شهور على الأقل. بعد ما تتبرع لازم تاكل شيء مغذي وترتاح شوي. تفضل هذا الدواء تبعك. هو أنا كنت بدي أحكي معك بقصة بخصوص سميرتي. ماما أنا بدي نام شوي. فايقيني إذا عرفتي أي شي عن أنوراج. إيه تكرم. غير هيك لا. ممكن احكي معك دقيقتين بس؟ لا مو ممكن. مالي بمزاج اسمع اي شيء.
بعتقد في عندك شغلات أهم تساويها. يلا خليني ارتاح. ماما، إذا أنت ما حكيتي مع البابا فأنا رح روح بدون ما أخبر حدا. تعي، قلت لك إني رح أحكي معه، أنا بس بدي شوية وقت. خبريني أنا لازم قديش استنى لسه يا ماما؟ مرق الوقت وكبرنا، بس بابا ما أنا فاضيلي، معقول ما بيقدر يفضيلي دقيقة من وقته؟ أو نسيني أنا؟ لك حتى ما في عنده وقت لإلك أنت. شو يعني أنا ما بكون بنته كمان؟ هو بيهمه بس أنوراج وأحلامه لأنوراج، نحن ما بنعني له أي شيء. وبما أنه أنا ما عاد تهميته فأنا رح أعيش حياتي وما عاد أركض وراء اهتمامه لأبي بالمرة. يا أمي عم تسمعيني؟ ورح بلش عيش حياتي مثل ما أنا بحب وما عاد أهتم بأي شي بيرضي لأبي. خلص أنا بدي أعيش حياتي وأنبسط. ما لازم تكوني متوترة كل هالقد حبيبتي، بالنهاية هو بضل أبوكي. بس عطيه فرصة تانية، أكيد هو رح يفهمك ورح يعملك اللي بدك إياه. طول عمري عايشة على الأمل، حاجة تعطيني آمال أمي. أنا تعبت كتير. معك 3 أيام حتى تقنعي لأبي، وإلا أنا رح أعمل اللي بدي يا أمي. ستي شو أعمل أكتر؟ أنا شو كان لازم أعمل؟ شو أنا جبان لأهرب؟ معقول أترك حدا يموت؟ يا ستي بس قليلي، يعني ضروري كتير اني قابل رفقات ابي المهمين هلا؟ بابا بيعطيني حكم عن الانسانيه، شو صار هلا؟ شو صار بانسانيته؟ كان في انسانه حياتها بخطر وانا ساعدتها. ايه طبعا طبعا ماشي، شو هلا؟ بده يقلعني من البيت؟ اصلا هو عملها قبل بمره، وتاكدي اني رح اترك البيت بشكل نهائي هالمره، حاسس حالي مخنوق بهالبيت، ما عاد اقدر اني ضل فيه، ستي انا بدبر اموري لحالي. شو يعني هالحكي؟ من وقت كنت صغير، وقت كان عمري بس 12 سنة وأنا كنت عايش بفوضى وبعيد عن البيت طول الوقت، ربيت على أكل المطعم والموجه كان يضربني أكتر من أبي. طيب ماشي، رح لاقي شي مكان لنام فيه. شو عم يصير مع أنوراج؟ وهلأ صار الوقت. ما في حدا عم يفهمني وأولهم أبي. أنوراج؟ أنوراج؟ يا ممرضة أنوراج؟ يا ممرضة لو سمحتي. ماهي؟ أنوراج؟ أنوراج؟ شو صار لك؟ أنوراج؟ يا ممرضة؟ يا دكتور؟ دكتور؟ رجاءً ساعدونا،